وبشأن إعدام 42 معتقلا في سجن الناصرية المركزي، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في الهيئة. دكتور أيمن، سلام الله عليكم. منظمة العفو الدولية تقول إن عملية الإعدام الجماعي في سجن الناصرية استعراض صادم. ما دلالات هذا الإعدام وما الرسائل منه دكتور أيمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي والمشاهدين الكرام. حقيقة هذه عمليات الإعدام التي تشبه بالمجازر والمسالخ، تطال عشرات الموقوفين جميعهم طبعا بدوافع طائفية. المشكلة هنا أن المعتقل أو السجين ليس له أي فرصة للدفاع عن نفسه، لا تتوفر الوسائل القانونية للدفاع عن النفس، وناهيك عن الأساليب التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الحكومة، وبالنتيجة تنتزع منهم الاعترافات انتزاعا بالقوة تحت الإكراه أو التعذيب أو التهديد بحياتهم أو اغتصابهم أو اغتصاب ذويهم، وبالنتيجة وجميع ظروف حقيقة سوء المعاملة تطالهم. فهنا والطامة الكبرى أن القاضي يعتمد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ويعتمدها لإصدار أحكام جائرة حقيقة تصل إلى الإعدام في كثير من الحالات. دكتور أيمن، انفجار في مطعم في الناصرية، ردة فعل الحكومة هو إعدام 42 معتقلا، كما حدث في انفجار الكرادة في رمضان قبل الماضي أيضا توجهت الحكومة إلى إعدام عشرات المعتقلين. هل تعتقد أنه بذلك تغطي على التردي الأمني الحاصل في العراق عموما؟ أخي، هذه عمليات الإعدام يعني جرائم الإعدام التي تقوم بها القوات الحكومية ووزارة العدل الحالية حقيقة ما هي إلا يعني أعمال انتقامية من مكون العرب السنة، لأن معظم الأغلبية الساحقة الذين تطالهم جريمة الإعدام هم من العرب السنة، وهذا مسألة يعني لا يمكن أن تكون مصادفة. هنا الحكومة طائفية بامتياز، هنا المسألة انتقامية بدوافع طائفية. الذي يحدث في العراق اليوم هو ذبح للمكون العربي السني استهدافا لثقله في البلاد، وحقيقة الأمر هذا الذي يجري في السجون وفي المحاكم يعني ما هو إلا جرائم ضد الإنسانية، لأنها تطال أعداد كبيرة من الموقوفين. لدينا عشرات الآلاف من الموقوفين المظلومين الذين يتعرضون يوميا لأبشع أساليب التعذيب، هذا كله بالإضافة إلى هنالك تقارير تقول أن من حكم عليهم بالإعدام وينتظر تنفيذ الحكم يتجاوز عددهم 9000 معتقل. هذا كله يعني هذه الأعداد كلها ضحايا حقيقة لسياسة الحكومة الانتقامية بدوافع طائفية. طيب دكتور أيمن، الأعداد الكبيرة في أعداد الموقوفين يعني كيف ننظر إلى نتائجها على المجتمع العراقي؟ أخي، هذه الأعداد حقيقة هي يعني بالمجمل إذا نراقب الأحداث، الواقع يقول أن منذ لحظة الشروع إلقاء القبض على المواطنين يكون هنالك تجاوز واختراق للقانون واختراق للدستور واختراق لنصوص الدستور الحالي في العراق، وبالنتيجة أصبح لدينا اعتقالات تعسفية بالجملة تطال مئات الأشخاص يوميا في بعض الحالات في بعض الأيام يعني، وهنالك اعتقالات جارية. ونحن حقيقة يعني في الهيئة نقوم بإحصاء هذه الاعتقالات المعلنة من وزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين، وبالنتيجة هنا نتحدث عن عشرات الآلاف من الموقوفين جميعهم يعني بالمجمل اعتقالات تعسفية، لا يوجد أي إجراءات قانونية صحيحة
تجري خلال يعني منذ الشروع بإلقاء القبض مرورا بإجراءات التحقيق وخضوع المعتقلين والمتهم والموقوفين. نعم دكتور، آسف للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في الهيئة، شكرا جزيلا لكم.